نخش من الطريق ده ولا الطريق ده؟ يا درويش يا واد يا سعيد، اطلعوا من الفحرة دي، كفاياكم هب. سمع الست قران امه عم بتغرد من فوق. انت فين يا مهرانة؟ حدد الاتجاه. الهي تتحرقوا اكتر ما انتم محروقين، ياكش ما تعرفوا ترجعوا. ربنا كان وعدني بجوز حمام احسن. يلا شكلنا هنوصل للمقبرة يا ابوي وهنعدي. كانك فرحان يا ابن الهبلة، احنا شكلنا طهنا، انا مش شايف حاجة. يا نكحت ولا لا؟ ايه؟ نكحت يابا ولا لا؟ هي حتة الارض ماشية معانا زي الهريسة في الكحل. يبقى هنعدي يابا، هنعدي هنعدي، احنا طهنا. ما هو الناس بتوه فوق الارض، لكن احنا من حظنا الفقر اللي مربرب بمتر براب نموت تحت الارض ونتوه تحت الارض من غير ما حد يعرف عنا حاجة. اكحت يا سعيد. تاجر اللي نزل السوق بدو يشتري غالي، ده لقى الجواهر رخيصة لكن الصادف غالي. قعد وزعق يا ابن عمي وقالوا شبه ده للغالي. ويا يا 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 مري، انا شرح الحيطة داي. يا مري البيت اللي بتهزك ده ليه؟ شكله هرجع فوق راسي. يا درويش يا درويش يا ولية يا سيبي، عيب كده فتحتيني قدام الخلق. والنبي ما انا سايباك. ام سعيد سيب الراجح تخلقيه في يدك. واللي خلق الخلق ما انا سايباه، ياكش تروح فيها. صلي على النبي يا مهرانه وعي. خلاص يا امي خلاص، جرستينا قدام الناس. يا ولية اسمع كلام ابنك واكبري له، جرستينا وفتحتينا قدام الناس. اهدى يا مهرانه، كل حاجه يا منازع مش دي خيطك. اديله فوق دماغه بقى كده، وانا اللي بستنجد بيه. تبعني يا منازع. ماشي، مش عامل لي نفسك راجل وبتدور على نجايه المساخيط. شيل بقى. طب انت عايزه ايه دلوك يا بنت الغنايمي؟ هي كلمه واحده يا عم هلباوي، درويشه بصدر واجع يبني سقف البيت من تاني. معيش ما تلاقيش، اجيب منين اجيب منين؟ امال فلح تفحر لي في الارض ويقول لي هيطلع لنا الذهب والفراعين، وفي الاخر ما اشوفش لا ذهب ولا فراعين، والبيت سقفه يوقع فوق دماغي. يا بنت سقفي، ما اللي وقع وقع ولا راح راح. والنبي ما انا سايباه، درويش هيبني سقف البيت دلوقتي. طب يلا يا ولية. بعيد عني. اهدي يا مهران. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.